تحية طيبة، هذه نشرة من الـ LBCI نستهلها بالعناوين. سباق بين التهدئة والتصعيد بعد حادثة الاعتداء على 4 مشايخ. بري وميقاتي يلتقيان اليوم أيضا في الفاتيكان. المعارضة السورية تسعى لتشكيل حكومة مؤقتة. أهلا بكم. انعكس الاعتداءان على 4 من مشايخ دار الفتوى ليلة أمس توترا في الشارع، وإن أجمع مختلف الأفرقاء على ضرورة وأد الفتنة في مهدها. وإلى مستشفى المقاصد الإسلامية وصل العديد من الشخصيات السياسية والدينية للإطمئنان إلى صحة الشيخين مازن حريري وأحمد فخران. ومن بيروت ينضم إلينا الزميل يزبك وهبي لمزيد من التفاصيل. نعم يزبك. شكرا ليليان، نحن نقف الآن في ساحة جامع الإمام علي بن أبي طالب في منطقة الطريق الجديدة القريب من مستشفى المقاصد. بعد حوالي نصف ساعة من الآن وبعد صلاة العصر تقريبا عند 3:30 سيكون هناك اعتصام حاشد هنا، دعت إليه هيئة العلماء المسلمين والجماعة الإسلامية استنكارا لما تعرض له 4 من مشايخ الطائفة السنية بالأمس. كان سبق ذلك يعني سلسلة زيارات تضامنية إلى مستشفى المقاصد للتضامن مع الشيخين اللذين تعرضا للاعتداء أمس. الزيارة الأولى كانت لمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، كان سبقه قبل ذلك وزير الإعلام وليد الدعوق، يرافقه مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، موفدين من قبل الرئيس نجيب ميقاتي للإطلاع على وضع الشيخين. كذلك زار النائب عماد الحوت نائب الجماعة الإسلامية، زار أيضا المستشفى. سلسلة مواقف أطلقت كان أبرزها مواقف لمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي رفض بشدة الاعتداء وحمل قيادات سنية وقيادات شيعية ما حصل، وربط بين المشكلة التي هي حاصلة معه في دار الفتوى مع بعض قيادات الطائفة السنية ومما جرى أيضا مع الشيخين، وقال حين يتعرض البعض لرأس الطائفة السنية فليس مستبعدا أن يتعرض بعض المشايخ لمثل هكذا اعتداءات، وكان موقفه شديدا. ولدى مغادرته لوحظ وجود مجموعة من الشبان، لدى مغادرته مستشفى لوحظ وجود مجموعة من الشبان من أبناء الطريق الجديدة رفضوا فيها مواقفه التي أطلقت خلال زيارته للمستشفى. هنا كما أشرنا الوضع بشكل عام هادئ، هناك وجود للقوى الأمنية، هناك وجود للجيش اللبناني في محيط المدينة الرياضية منعا لإقفال الطرق، ولكن يعني نحن ننتظر المواقف التي ستلقى خلال الاعتصام الذي سيدعى إليه ولدعي إليه هنا في منطقة محيط جامع الإمام علي بن أبي طالب في منطقة الطريق الجديدة. هذه هي الصورة ليليان حتى الساعة، يعني نحن سنوافيكم في حال كانت هناك مستجدات أو تطورات حول هذا الأمر. نستمع الآن إلى مقاله مفتي الجمهورية وإلى مقاله وزير الإعلام والنائب الحوت. وأقول للقيادات الشيعية السياسية والعسكرية إنها مسؤولة عما حصل، وأقول للقيادات السنية أيضا كلها مسؤولة عما حصل، ولكل القيادات اللبنانية مسؤولة عما حصل. لماذا؟ لأن الذي حصل اليوم هو نتيجة الحرب السياسية، نتيجة الخطاب المتوتر. كنا على باب فتنة بس الحمد لله، الحمد لله منكررها، قدرنا توصلنا انه ان انطفيت بمهدب الاول من دون ما تكرر، وهذا كله من جراء عقلانية السياسيين. اذا اردنا ان نخرج من الفتنة ومن خطر الفتنة ينبغي على الدولة ان تأخذ المبادرة سريعا استباقيا وليس بعد هذه الاحداث، حتى لا نقع في مثل ما وقعنا فيه بالامس، وحتى نستبق الامور وليرفع الغطاء سلفا عن كل من يخالف هذا المنطق ومن يخالف بسط الصوت الدولي سلطتها على كل الأماكن على كل الأحياء على كل المربعات. ما الذي حصل تحديدا مساء أمس في منطقتي الخندق الغميق والشياح؟ كشفت مصادر عسكرية للـ LBCI تفاصيل ما جرى ليلة الأحد في الخندق الغميق وفي الشياح، وروت أن الشيخين مازن الحريري وماهر فخران ولدى مرورهما في الخندق الغميق على دراجة نارية وبلباس مدني أوقفهما المدعوان حسن حمود وحسن قعور، وهما معروفان بتعاطيهما المخدرات وبأنهما من أصحاب الصوابق. أوقفا إذن الشيخين وسألهما عن هويتهما، وعندما أجابا أنهما شيخان في مسجد محمد الأمين حصل تلاسن وانهال حمود وقعور على الشيخين بالضرب، ومن ثم قاما بخلع باب محل حلاقة يملكه المواطن حسن بعلبكي،
أخذا موس للحلاقة وقاما بحلق ذقن أحد الشيخين. في هذه الأثناء نزل مواطنون إلى الشارع لفض الإشكال، وقالت المصادر العسكرية أن الشيخين تمكنا عندها من الفرار بمساعدة بعض أهالي المنطقة، وبعد ساعة على الحادثة أوقفت مخابرات الجيش المطلوبين. فايت بمفرق خندق الغميق مبلغ لشباب بلشت تضربني، فصرت قلن أنا رجل دين، أنا شيخ من دار الفتوى، ما لقيت إلا الضرب يزيد أكتر علي. شفت شباب كترة كبيرة، يعني بيكفي الكلمة اللي قلتها أنا لازم كان يتوقف الضرب، لو كنت عدو، لو كنت يهودي، لو شو ما كنت. عن حادثة الشياح روت المصادر العسكرية أنه لدى توقف الشيخ عدنان إمامة وشقيقه عمر ودخولهما إلى محل حلويات الإخلاص عند طريق صيدا القديمة، افتعل شخص من آل منصور مشكلة معهما تطور إلى تدخل ابني منصور لصالحه، وبعد تعرضهم للشيخين نجح الأخيران في مغادرة المكان، وبعدها أوقف الجيش ابني منصور فيما لا يزال الأب فاراً. نزلوا وبلشوا يوقفوا هون الشباب، يقولوا لهم شو بدكم وشو بدكم منا، ما نلاقي إلا بلشوا خبيط بالسيارة، تكسير بالسيارة. أنا أحد فتت معهم، يا شباب هدوا البيل، شو بدكم، نحن مشايخ علماء من منطقة البقعة، شو بدكم منا، ما نلاقي إلا بلشوا ضرب فينا. في المقابل كشفت مصادر أمنية للـ LBCI أنه على الرغم من أن الحادثتين فرديتان وعلى الرغم من محاولات التهدئة، إلا أن بعض الجهات التي نزلت احتجاجا على الأرض لم تستجب لنداءات القيادات. المصادر كشفت أنه إثر الحادثة نزلت مجموعة في طريق جديدة وقالت إنها تابعة لجمعية التقوى والمسؤول عنها عبد علوية، نزلوا بينهم نحو 30 مسلحا وهتفوا الشعب يريد إعلان الجهاد. في المقابل وبناء عليه أكدت مصادر عسكرية للـ LBCI أن غياب القرار السياسي الموحد وارتفاع الخطاب التحريضي في المقابل ينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجيش يقوم بما عليه وأنه لن يفسح المجال أمام الفتنة، مشيرة إلى أن الجيش يلعب الآن دور الإطفائي بدلا من أن يقف على الحدود ويحميها. وفي دار الفتوى سلسلة اجتماعات للعلماء المسلمين لتهدئة النفوس وضبط الشارع. الزميلة تانيا مهنا تطلعنا عبر الهاتف على المعلومات. نعم تانيا، ماذا خلصت هذه الاجتماعات؟ يعني ليان منذ الساعة الثانية، يعني حوالي منذ حوالي نص ساعة يعقد اجتماع طارئ للعلماء المسلمين في لبنان برئاسة المفتي إباني وبحضور المفتين وقضاة شرع وعلماء، ومن المنتظر أنه يصدر بيان أو تكون كلمة باسم المجتمعين يقيها المفتي من بعد انتهاء هذا الاجتماع. على كل حال الأجواء التي شاهدتها الالتفي في دار الفتوى هي أجواء في محاولة لاحتواء الفتنة أو احتواء أي تطور يعني لا يرغب فيه أحد، وهناك اجتماعات متتالية ستعقد في دار الفتوى وأحد الساعة 4، وهو من أهم الاجتماعات اللي عم يتحدث عنه هون مع مسؤولين في الدولة اللبنانية ليسير على أثره، يعني وضع خطة لاحتواء كل التطورات التي ممكن أن تنجم عن الاعتداء الذي تعرض له المشايخ الأربعة. على كل حال نحن في انتظار انتهاء الاجتماع الطارئ، ومن بعد نستمع إلى كلمة المفتي أباني لنعرف ما هي الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها. ليليان. نعم شكرا لك تانيا، سنعود طبعا إليك. وفي طرابلس اعتصام أمام مسجد الصديق احتجاجا على الاعتداء على المشايخ. وزميلة هدى شنيد توفينا من عاصمة الشمال بآخر التطورات. تفضلي هدى. ليليان، أريد أن أشير بداية إلى أن الحركة في طرابلس لم تتأثر بكل ما حدث بالأمس، بالرغم من أن النفوس مشحونة على كل المستويات. هناك محاولات، يعني اتصالات، اجتماعات ناشطة على كل المستويات من أجل تطويق هذه الحادثة وضبط النفس وعدم ترك الأمور تأخذ مجراها في الشارع. لذلك كان هذا الاعتصام صباح اليوم من أمام مسجد الصديق، وصارت مسيرة، وبعدها كانت كلمات عبرت عن رفض للاعتداء على المشايخ، وأكدت على ضرورة وأد الفتنة وتطبيق هذه الحادثة، واعتبار أن المس بالمشايخ والعلماء خط أحمر. هناك اجتماع أيضا سوف يعقد عند بعد الرابعة عصرا في دارة محمد عبد اللطيف كبارة، ويشارك فيه عدد كبير من وجهاء
طرابلس والشمال من سياسيين وقوى إسلامية، وفي هذا الاجتماع سوف يكون هناك بيان يصب في الخانة نفسها. أيضا كان هناك اجتماع في اليرزي لدى قائد الجيش صباح اليوم مع قوى إسلامية من الشمال، وفد ترأسه الشيخ سالم الرافعي، وأيضا مشايخ من الجنوب والبقاع. هذا الاجتماع تم التأكيد فيه على تطويق هذه الحادثة، على معاقبة المعتدين على المشايخ، وعلى عدم الكيل بمكيالين في التعاطي مع من يناصرون الثورة السورية في الطائفة السنية. وكانت المطالبة من هذه القوى الإسلامية بأن يكون هناك تعاطي واحد، سواء مع من يناصرون النظام في سوريا وسواء مع من يناصرون الثوار السوريين. نستمع إلى ما قاله أمين الفتوى في طرابلس الشيخ محمد إمام، وأيضا الشيخ نبيل الرحيم الذي تحدث عن اللقاء الذي تم مع قائد الجيش في اليرزي. لا يمكن هذه الممارسات وأمثالها وأمثال هذه الممارسات أن تكون في الأيام القادمة مقبولة، ولكننا لن ننجر إلى الفتنة ولن نمد إلا أيادي الخير. في كل الأحوال نحن نعتبر أنفسنا أمة الصبي، نحن نستوعب الجميع، نحن نقول للمعتدين كفوا أيديكم، وعليكم وعلى المراجع المعنية أن تنزل الجزاء العادل. التقينا اليوم بقائد الجيش العماد جون أهوجي ضمن وفد من مشايخ من مختلف المناطق اللبنانية، وكان اللقاء إيجابي بامتياز، وعرضنا معه الهواجس الموجودة في شارعنا، وأننا لا نرضى ولا نقبل أن تكيل الدولة الأمور بمكيالين، واتفقنا على أن نجنب ساحتنا ونجنب لبنان تداعيات الأزمة السورية. حادثة الاعتداء على المشايخ استدعت ردود فعل شددت على نبذ الفتنة. رد فعل رئيس الجمهورية على الاعتداء على المشايخ أتى من نيجيريا، حيث يتواجد في زيارة رسمية، فطالب القضاء المختص بالتشدد بإنزال العقوبات الصارمة بحق المرتكبين ومحاسبتهم حفاظا على السلم الأهلي. وأجرى رئيس الجمهورية لهذه الغاية اتصالات بوزيري الدفاع والداخلية وبقائد الجيش ومفتي الجمهورية. الرئيس نجيب ميقاتي أكد أن الفتنة الطائفية والمذهبية التي يسعى البعض لإحداثها لن تمر، لأن هناك إرادة وطنية جامعة بحماية لبنان وإفشال المؤامرات التي يعمل البعض على حبكها، وراء أن ما يحصل يؤكد ضرورة أن تعمد كل الأطراف إلى وقف الشحن والخطابات الانفعالية بدل محاولة التنصل من المسؤولية الجماعية في حماية البلد ورمي التهم جزافا على الحكومة. الرئيس سعد الحريري حذر من مخاطر التحريض الطائفي والمذهبي، ورأى فيه وسيلة لاستدراج لبنان للفتنة الكبرى، وقال يجب أن نحول دون وقوعها. وفي نداء وجهه إلى اللبنانيين قال الحريري: لا نريد استباق عمل القضاء، لكن الوضع أخطر من أن يعالج بالمسكنات وسياسة الهروب إلى الأمام، مشيرا إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد لا يريد للبنان أن يرتاح، بل يجد في إشعال الفتنة بين اللبنانيين وتحديدا بين السنة والشيعة سلاحا من شأنه أن ينقذ هذا النظام من السقوط. وتتابعون بعد الفاصل مصير اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا. أهلا بكم من جديد. في الملف السوري، المعارضة بدأت اجتماعها في اسطنبول لاختيار رئيس حكومة، وقصف على أحياء في دمشق واعتقالات في المدينة الجامعية. انطلقت في مدينة اسطنبول اجتماعات تستمر يومين لأعضاء ائتلاف المعارضة السورية في محاولة لاختيار رئيس وزراء وحكومة مؤقتة تكلف إدارة المناطق التي سيطر عليها مسلحو المعارضة في سوريا. وقد نشر الائتلاف لائحة بأسماء 9 مرشحين بعد أن شطب منها اسم المعارض ميشيل كيلو الذي اعتذر عن الترشح، ومن بين المرشحين وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو وأسامة قاضي
رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن. ومن القاهرة أكد الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي عقب لقائه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي عدم إحراز أي تقدم ملموس حيال الأزمة في سوريا، لافتا إلى أهمية أن تعي المجموعة الدولية مدى خطورة الوضع في سوريا. وفي شأن تقديم مساعدات قتالية للمعارضين السوريين، حض أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت أنجل إدارة الرئيس باراك أوباما على تدريب وتسليح بعض المقاتلين، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية. ميدانيا تعرضت أحياء في دمشق ومحيطها وحمص للقصف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي تحدث أيضا عن تنفيذ الجيش حملة اعتقالات طالت عددا من الأشخاص في المدينة الجامعية في حي المزة، كما أشار إلى سيطرة المقاتلين المعارضين على حاجز تل الحماميات في محافظة حماة. في حين تحدثت وكالة سانا عن القضاء على إرهابيين في ريف دمشق، إضافة إلى إحباط محاولات إرهابيين التسلل من لبنان في ريف تل كلخ في حمص. مازال القتل مستمر. في روما اجتماع لليوم الثاني لبحث قانون الانتخاب بين البطريرك الماروني والرئيسين بري وميقاتي والوزير الخوري وسفير لبنان في الفاتيكان. الزميلة جويس الحاج خوري توقفنا عبر الهاتف بالتفاصيل. نعم جويس. نعم مليان الذي دام ساعة ونصف منذ بعد الوقت وهو يستكمل في هذه الأثناء على مأدبة غداء يقيمها البطريرك الراعي على شرف رئيسين بري وميقاتي. البطريرك بحسب المعلومات كان أجل طيلة ليلة أمس اتصالات مكثفة مع كان هناك نقاش جديد على وجوب عدم البقاء في الجمهور الذي نحن فيه حاليا. كان هناك أيضا تجاوب من قبل الأصدقاء المسيحيين، وإنما تم عرض على البطريرك الصغير على البطريرك الراعي عفوا بعض الأفكار التي نقلها اليوم في اللقاء الذي عقده مع الرئيسين بري وميقاتي ومع الوزير ناظم الخوري وسفير لبنان، طرحها تحديدا على الرئيس بري. اللقاء والنقاش كما ذكرت استكمل على طاولة الغداء. هناك إصرار من قبل الرئيسين بري وميقاتي وإنما أيضا من قبل البطريرك على وجوب التوصل إلى اتفاق وتوافق على قانون انتخاب وعلى وجوب الخروج بهذا اللقاءات التي تنعقد بأجواء إيجابية وبنتائج إيجابية، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه تعرض لبنان للمخاطر. الرئيس بردي وبعد انتهاء الاجتماع وعندما سألناها ما إذا كانت نتيجة هذا اللقاء اليوم هي أمحى أبو شهيرة، قال هي أمحى دائما إن شاء الله، تاركا الكلام للرئيس ميقاتي الذي أشار من جهته إلى أن الأمور اليوم في يد البطريرك كي يعمل مع الجانب المسيحي للوصول إلى قانون. هناك أفكار كثيرة طرحت بحسب المعلومات، منها أن يصار إلى تضمين قانون الانتخاب إنشاء مجلس شيوخ، ولكن الرئيس ميقاتي أننا نترك المجال للبطريرك نعم يقوم باتصالاته للوصول إلى النتائج، وإنما الأفكار التي تم التداول بها بقيت طي الكتمان. هناك حرص على أن لا يتم تسريب أي من الطروحات التي يتم مناقشتها داخل الاجتماع. ليليان شكرا لك يا زميلة جويس الحاج خوري كانت معنا مباشرة من روما. إزاء توجه الحكومة لإحالة مشروع السلسلة إلى مجلس النواب، رأت الهيئات الاقتصادية أن أرقام هذه السلسلة أكبر من أن يستوعبها الاقتصاد اللبناني، وشددت في اجتماع استثنائي وطارئ على أن العطاءات بموجب مشروع السلسلة الموعودة هي غير واقعية، إذ إن تأثيراتها على الاقتصاد وخيمة العواقب وستزيل مفاعيل الزيادة الموعودة على الرواتب. واعتبرت الهيئات في هذا الموسم الانتخابي الداهم أنه لا يمكن أن تطرح جديا مشاريع إصلاحية بهذا الحجم بجو غير ملائم. ما هو مصير اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا؟ لا عند الحكومة اللبنانية ولا عند شركة ستراكو توافرت معلومات جديدة في شأن مصير الرهينتين اللبنانيتين في نيجيريا، كارلوس أبو عزيز وعماد عنداري، وذلك بعد مضي 9 أيام على إعلان جماعة أنصار المسلمين في السودان أنها أعدمت الرهائن 7. وعرضت فيلما أظهر جثث الرهائن البريطاني والإيطالي واليوناني، ولم تظهر فيه جثث للرهائن اللبنانيين والسوريين. وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات النيجيرية بحثها عن الجثث والرهائن المجهولي المصير، لفت ما ذكرته
صحيفة الجارديان النيجيرية من أن هناك دلائل قوية على أن الرهائن الأربعة اللبنانيين والسوريين ربما ما زالوا على قيد الحياة، لافتة إلى أن الحكومة النيجيرية ما زالت متشددة في مسألة دفع أي فدية للإفراج عنهم. ونقلت الصحيفة عن القائم بالأعمال اللبناني وسيم إبراهيم قوله أن لا تعليق لدى الدولة اللبنانية على الطريقة التي تتعامل بها السلطات النيجيرية مع المسألة، لافتا إلى أن لبنان يلتزم بالمعايير الدولية التي تحكم العلاقات مع نيجيريا، وأن الأمن النيجيري هو الذي يتعاطى بهذا الموضوع مبديا تخوفه على حياة الرهائن. وزير الخارجية النيجيري أعرب عن تفاؤله الحذر بأن الرهائن العرب ما زالوا على قيد الحياة، داعيا كل الأطراف لإعطاء الوقت الكافي لقوات الأمن النيجيرية كي تفعل كل ما في وسعها من أجل أن يطلق الإرهابيون الرهائن من دون أذى. وقال: نعمل بقوة لحل هذه المسألة، ولكننا لن ندفع فدية لأن ذلك يشجع على الخطف. مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود أكد أن لا داعي للخوف والهلع من ظهور موجة خفيفة من الجراد. فإذا منطمن كل الشعب اللبناني أنه موجة الجراد يوم حاليا ما في جراد بلبنان، موجة اللي كانت يوم السبت كان في حالات ضئيلة جدا وموزعة بكذا منطقة مش منطقة واحدة، وتمت القضاء عليها كان بفعل عوامل مناخية كان بفعل تدخل الوزارة، وما في داعي للخوف. اعتصام أمام قصر العدل في زحلة، فما هو السبب؟ بعد نحو 3 سنوات على مقتل الفتى مجد الفوعاني البالغ من العمر 15 عاما نتيجة خلاف شخصي في رياق، تم إطلاق المتهم بقتله علي عادل الموسوي، ما دفع بأهل مجد إلى التحرك والاعتصام أمام قصر العدل في زحلة، رافعين صور مجد ولافتات منددة بالتدخل السياسي في القضاء كما قالوا، داعين إلى محاسبة القاضي جان بصيبس الذي وقع إخلاء السبيل. يشرح لنا ليش مضى القرار ويرجع يشرح لنا ليش تنحى، وإلا هو متهم قدام كل شريف بهالبلد، من تدخل سياسيا بهالقصة بدي اقطع له رابطه، مين مكان اللي تدخل؟ مين مكان؟ ابني اهم من اكبر سياسي. ولفت والد الضحية إلى أن إخلاء السبيل حصل قبل بدء المحاكمة، ورغم أن القرار الظني كان طلب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم الموسوي. وتتابعونا بعد الفاصل. قبرص ونار الانهيار الاقتصادي. حال ترقب في قبرص لجلسة تصويت في البرلمان على خطة إنقاذ أوروبية لمعالجة الاقتصاد المترنح، ونفذت تظاهرات تزامنا مع انعقاد المجلس للاحتجاج على الخطة التي تشمل فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية. هذا وألمح عضو في البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال إدخال تعديلات على الخطة المقدرة ب10 مليارات يورو في أعقاب إعلان الرئيس القبرصي المدافع الرئيس عن هذه الخطة عن أمله في تعديل الضريبة التي تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الضريبة بغير العادلة والخطيرة، سيما وأنها تطال بقوة الودائع الروسية الكبرى في الجزيرة المتوسطية. إلى إسلام أباد وصل الرئيس المصري محمد مرسي على رأس وفد في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس مصري إلى باكستان منذ جمال عبد الناصر خلال الستينات. وقد التقى مرسي نظيره الباكستاني أصف علي زرداري وبحث معه في العلاقات الثنائية، ويتوقع أن تنتهي المباحثات بالتوقيع على اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون في مجال البحث والتكنولوجيا والمبادلات التجارية. في اليمن انطلق الحوار الوطني برئاسة رئيس التوافقية عبد رب منصور هادي وبرعاية الأمم المتحدة في ظل مقاطعة من غالبية مكونات الحراك الجنوبي المطالب بالعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990. ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد وحل الأزمات الكبرى مثل قضية الجنوب الذي يطالب بالانفصال. ميدانيا قتل ناشط جنوبي في مواجهات بين متظاهرين انفصاليين معارضين للحوار وعناصر الشرطة في مدينة تريم بمحافظة حضرموت الجنوبية، فيما نزل الآلاف إلى الشارع في عدن وفي مدن جنوبية أخرى رفضا للحوار. وبهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.